السلام عليكم الحباب خوتي. راني في العقبة تاع بوزكزا خارج من ولاية البويرة وداخل إن شاء الله ولاية بومرداس. ربي إن شاء الله يجازيكم ويعافيكم خوتي. أنا حبيت نقاري لهنايا، راكم على بالكم باللي الكمين تاعي راه يعني كان في لاميزو في خدمة، بدلت له الأربا كامل صباب. المهم كان في خدمة، كي طلعت العقبة برك حبيت نتفقد المركبة نتاعي نشوف كزيت راه يقطر كشمال. المهم ليسونسيال تبعوني خوتي في هذه الرحلة إن شاء الله. بسم الله. موسي خاوتي كي تجي الانسان يحل الباب دائما يتولاه، قادر يجي واحد حصر ليك ولا باش ما تقيش في الباب تاعك، خاصة سيمي صعيب ياسر. هذا منين تحل الكالندر هاوي ليك، حلو وطلعو. المهنة راه مليح. موسي خاوتي كاينة ناس دائما منين يحضر من المركبة تاعو يروح دائما لهذي سيركوي دو فيرم، هذه يحلها، هذه انترديت تحلها، هذه كنت تحلها. الماء اللي راه هنايا وما كاين شاطو، هذا مقسوم على زوج، كيسكن الكاميو يدخل الماء في الغرفة هذه ومن بعد يولي يرجع لهذه. هذا هو الرسمي هنايا ميميور ماكسيمو. نوصي خوتي هذه البلاصة هذه ما تحلوهاش، هذا راه كنت تحلو الماء اللي كاين، لا بغى الكاميو مش سخون يطيشوا عليه. مالا نوصي خوتي دائما البلايص هذو ما كان لاه تمسهم، تتفقد الماء نتاعك راه يبان هنايا، الراديتور تاعي ضعيفه نظيفه، الماء نتاعي يبان ما كان لاه اني نحلها. والله كي نحلها نحلها الصباح، وتحلها في النهار ونطحن العقبه ما تقدرش. هنا خلصت من هذه، هنا راني تحت الشاحنه راني نتفقد في الزيت راه يسيح كش حاجه، كش ما خلاو لي بولون مرخوف كش ما كاين حاجه، راه كلش من رجلي ونكمل المسار تاعي. راك هنا راه صعيبه، انسان دائما يتفقد المركبه نتاعو كش رغم كريفيا كش حاجه كش بولون كش، المهم يشوف كش ما كاين زيت سايح، كوجونات مرخوفين، وخاصه الناس اللي نقولوا كانت المركبه تاعهم قاريه ولا هنايا نفيريفي الباش تاعي نشوف حوايجي ومن بعد نتكل على ربي. هاي هذه ترخبت شويه، تفرغ الطريق دونك شويه ومن بعد نكمل المسار تاعي. والراحه هذا راه مفان مسكين من قبيله، هاي تسخن له الطوموبيل بيجيب الخير، راهي سخانه كبيره، راهي 39 درجه. شوفوا خوتي هاي سخانه، ربي يحفظنا ان شاء الله. وصي خوتي دائما الانسان كي يجي متكل على ربي يسمي بسم الله، دائما يقول بسم الله ويدير الاشاره تاعو يخرج للطريق ويدير السنتوره نتاعو ويتكل على ربي، واللي يجي من عند ربي مرحبا بها. هنا راني خلصت العقبه تاع بوزكزه، ما زالت لي المنحدر نتاع ال 14، ثاني منحدر خطير. نوصي خوتي دائما نشعل هنايا الفيوز تاعي ونحي الاشاره ما نخليهاش تظل تمشي. علاش شعلت الفيوز؟ خاطرش راح ندخل النفق هذا. شافوا هنا راني دخلت، شوف فجأة ما فقتش، لقيت روحي انه هذا السيد راه مبان، حتى نهز يدي وافقت به. يعني لازم الانسان يعيش روحه مليح مليح، وخاصة شاف الانسان روحه راه نعسان ولا عيان ما يقدرش انه يقاري، حتى في الاوتورود ما تقدرش تقاري. تشوف بلاصة تكون اللي تساعدك ومن بعد تكمل المسار تاعك. هذا راه مبان لك بلا دوبلاني، قلت لكم مسكين مع العائله، ربي ان شاء الله يداوي حواله ان شاء الله. راه يمشي بالمركبه تاعو، راهي سياره وراهي تسخن بلا ويزيد لها في الماء. هنا دوبلي الطوموبيل ونرجع للمسار تاعي. انا هنا راني سرحت شويه، علاش نطحتني شوية عقبة باش يطلع مرتاح، يعني الكيميو في العقبة تعرف كيفاش ما بيل يعني شد الكيميو راهو هنايا وتبدأ ديكرادي بشوية. أنا يعني جيت مسرح
مجرد اني من يندب لي هذا يولي الكاميو راح يموت لي. نلقى طوموبيلات تلقى وسموت تلقى راحك راح عارف روحك راح ديرونجي الناس ولا ما تكملش واللي ارجع الاقصى اليمين تاعك باش ما ديرونجيش الناس. عاد قادر باش دوبلي واحد معليش تفضل روح دوبلي واحد ماكش قادر انسان يقبض اقصى اليمين. شوفوا هذا المان شوفوا تروازين بوزيسيو ديركت روح اخويا روح دخل فيه واحد والله واسمهم بعد يولي فوتيف واللي فيه مشكل كبير. شوف الله يبارك هذه الغابة ما شاء الله ربي ان شاء الله يحفظنا رب العالمين. ثروة الغابية هذه خوتي راني داير واحد مبادرة تاع غرس الاشجار كل ولاية نغرس فيها شجرة ان شاء الله تبادرونا فيها. عندي بزاف ما شريتش اشجار يعني كل خطرة وتجيك ظروف كل خطرة وتجيني حاجة. هذه خوتي راه ثقافة ثقافة يعني تاع الاخضرار يعني كل واحد يغرس الشجرة بالشي اللي يقدر عليه راهي مليحة علينا ياسر. يا اخي شفتوا العام اللي فات الشي اللي ضاع ما نخليوش حنايا بلادنا تتحرق. ربي ان شاء الله يحفظنا ربي العالمين الجزائر. اللهم من اراد سوءا بالجزائر اجعل كيده في نحره يا ربي العالمين. شوف الله يبارك راهي في الصيف بصح جنة الله يبارك ما شاء الله. البلاصة هذه في الربيع الله يبارك واش نقول خاوتي تدخلوا فيها صح تحب انسان يتمشى بعقله حتى وراك مع العائلة مع وليداتك مع الانسان يتمتع بالطبيعة تاعه ويمشي بعقله وماش غير زرب زرب. لبغى نقول وراك عندك مسافة معينة راح تمشيها بصح الانسان كي يمشي بالعقل حتى يسوق مرتاح. انا لاحظتها في روحي خاوتي نهار ما نمشي بالعقل لبغى نمشي 1000 كيلو في النهار يعني ما مجي ترقد تقدر ترقد والله ترقد يعني مرتاح بصح كنت عود فورسي وتفورسي في روحك وتسرع بزاف حتى وجي ترقد تشدك الارق هذاك اكثر من التعب تولي ما تقدرش تجيك واحد الرجفه ولا نار وخاصه الناس اللي تشرب القهوه خوتي. يعني نوصي خوتي دائما انه يمشي بعقله كي تمشي بعقلك تمتع بالطريق. على بالي احنا رانا كارهين وكل يوم في بلاصه ومن بصح الانسان يخلي المحيط نتاعو نظيف اول حاجه شاحنه نتاعك السياره نتاعك تكون بروبر لايبرك تكون نظيفه مام كي تسوق متهني. رانا دخلنا النفق الاخر من هنا وروح يبدا المنحدر تاع 14. انا البارح راني خدمت الليل كامل خدمت حتى 4 تاع الصباح رقدت حتى 4 ونص من 4 ونص حتى 9 ولا 10. بصح الانسان مهما كان الليل وحده والنهار وحده لا غالب. احنا البارح خدمنا البابور دبل نوي احنا عندنا البابور كي يكون راح يخلص يزيروا لازمهم يخلصوه لازمهم يخدموا دبل نوي باش يزربوا خلصوه ويروحوا روحوا الناس الشوافرة اللي راهم عندهم 10 ايام وعندهم بزاف ما روحوش من العيد الاضحى ما روحوش يروحوا يرتاحوا من قبل العيد روحوا نهار العيد ولا ثاني عيد جوزوا العيد تاعهم ورجعوا وربي ان شاء الله يجعل التعب نتاعهم والشقاء نتاعهم في ميزان الحسنات. اصدقائي تعبوا بزاف وربي ان شاء الله يعينهم ان شاء الله على هم الزمان. هما مستعملين الطريق كامل ماشي غير يعني صحابنا اللي راهم يتعبوا ولا حنا كاين الناس اللي راه ما تروحش بالشهرين بالشهر. ربي ان شاء الله يجازيهم ويحفظهم ان شاء الله. خاوتنا هنا طريق راه يقول لك حذاري رادار منحدر خطير على 3 كيلو راه كاين طريق للنجده. يعني هذو الارشادات وهذو البلاي كامل تبعهم باذن الله خير. يعني كي تجيك حتى وكي تجيك يعني الكاتبة حتى وتجيك تجيك خفيفة ولكن قدر عليك ربي العالمين معلش انسان يدير اللازم تاعو والاسمو تاعو ومن بعد يرحمها ربي. هنا المنحدر راه يقول لك 4% منحدر طريق صعيبة ياسر. هنا ندير رانتيسور نقص راني نمشي 11
ناقص نمشي ديس خليه حتى يريحوا الفرنات التوعي زاد عادي رونفلي زيد نقص له كان في الديس نقلبوا في الناف عاوي ليك هكذا راه مانيال خليه يبرتوا الفرنات التوعي ويريح الكاميو مليح قليل قليل ونحط رجلي حشاكم على البيدال ها نقص شوية ها ونهز نقص ونهز حتى نكمل المسار تاعي كاين ناس راه تقول لك راك عاطل في المنحدر خاوتي لا غالب ما تقدرش تطلق فيه وسمو يسخنوا لك الفرانات المهم الانسان يحرص انه يشد اقصى اليمين ما يديرون جيش الناس لقيت واحد عاطل اكثر اقل منك دير الاشاره تاعك والدوبليه وهذه هي الطريق انسان كي يشد الطريق وخاصة بلايس حساسة كما هذو كما الجباحية الاربعتاش خميس مليانة العقبة ابو الزقزة لازم الانسان يكونوا عينيه 10/10 محلولين علاش واحد يروحوا له فرانات واحد اكسيدو واحد حفرة واحد منا يسخنوا لك روضات واسمو تيو تعريح لازمك تكون السياقة خوتي راه مسؤولية كبيرة والسياقة راها فن واخلاق وتربية حسن السياقة من حسن الاخلاق كاين ناس راه تقول لك كيفاه تمشي 60 هاي في اللوطرول حاطين البلاكات تمشي 60 على اللور اللور ما يقدرش هنا يفوت 60 راني نمشي 58 هاو ليك 50 ها زيد غير تنقص علاش منحدر هنايا الوزن ثقيل يلتزم اقصى اليمين والله سبب الوقوف انت هنا يكون اضطراري يعني ما تقدرش تقاري هكذاك برك لازم تكون عندك حجه هنا المنحدر زيد غير زيد شوفوا راه ضربه العاصمه كامله راهي تبان هنا نزيد نقص زيد نتكلم لكم على طريق النجده طريق النجده خوتي وش هي اي انسان راحوا للفرنات ولا لضع الفرنات وطروا البلايك بعد الشر عليكم ولا حاجه هاوي ليك هاوي ليك يدخل فيها في الجرافي باش ما يروحش الانسان يسبب كارثه لخاوتي يدخل فيها يهبط الكاميو ولا حافله ولا سياره ولا اي حاجه تهبط في الجرافي هذيك يحفظها ربي العالمين هذه هي المعنى دائما نحكي لكم خاوتي ما تقاريش في بلايك كيما هذو بلايك كيما هذو راه نتاع ناس مضطرين انهم يدخل فيهم انسان كيروح للفرنات ويجي هابط البلاصة كما هذه ويلقى واحد مقاري يخرج الطريق يدير كارثة يدخل في اللي راه مقاري مصيبة كبيرة ما لخوتي ما نستهزوش في الأمر هذا كاين اللي يقول لك كرة إن شاء الله ما يجي حتى واحد الكرة ما على باليش لا الإنسان ما يتهونش شفت بلاكة كما هذه يقول لك ممنوع تقاري وقوف اضطراري هنا أكيد قاري في بلاصة كما هذه يعني لازم تكون أمبان ولا حاجة المهم عندك سبب باش تقدر تقاري هنايا والمنحدر كي يكون طويل بزاف يسخنوا لك الفرانات مهما كان مهما كان ما تقولش انا راكب جديد ولا راكب مع على باليش ولا فرغان ولا المهم مهما كان الطريق جامي ترحم جامي تامنها والماتريال هذا جامي تامنه هاوي ليك طوموبيل اللي قبيله ها مازال يمشي ومساكن وهاي حضره هاك تشوف هاي سخنت له بزاف سخنت له مو قبيله الله يبارك ما شاء الله على بالكم باللي حضرت المنحدر نتاع جباحية وزدت حضرت كاين الحضره قبل جباحية ثاني نتاع واسمو ثاني صعيبه وسخنوا فيها الفرانات نتاع اسمها يا ربي نتاع الويرة ومن بعد زيد تلحق الخميس مليانه وزيد تلحق ال14 ومن بعد خميس مليانه يعني رايحين يسخنوا لك الفرينات مهما كانت المركبه تاعك عمرك ولا تقول الماتريال تاعي جديد ولا تثق في الشاحنه اللي راك فيها ولا في السياره ولا المهم وخاصه الناس انا راني نحكي عن الناس اللي تهز الوزن الثقيل ربي ان شاء الله يحفظكم خاوتي هذا هنا اللي راه قدامكم باراج ما شاء الله
شافوا هنا يا تبدأ تصعب الحضرة أو هنا اللور يقول لك ممنوع أنه فوق 60. هنا تزير الحضرة ومن بعد في آخر مطاف كي نخلصوا المنحدر تلقى المشكل الكبير، تلقى لي دودان، لي دودان واللي الطوموبيلات يهبطون بالعقل. واللي شافوا هنا البلاصة هذه من كثرة الفرن بزاف ولا شارج تولى ترصد، ولو سواقي هنا يا مع لا شارج بزاف والأخر البلاصة هذه تفسد. هنا لازم دائما ننقص زيدي قرادي زيدي قرادي. هنا يا الحضراء تصعب بزاف، لاختكش عليها قرب نخلصوها. هنا دوك منين نخلصوا البلاصة هذه، هذه هي البلاصة اللي دائما يشراو فيها ليزاكسيدو، يعني تخلص من المنحدر تاعك ومن بعد تجي طالق كيما هذا، من بعد تلقى طوموبيلات هذا نقوله فرغان هزتيوات فرغانين خفيف، تلقى الناس ازدحام قدامك يا كومبرومو كيما الخطرة اللي فات اللي درت لكم فيديو اكسيدو وانت قلبوا الجدارمية ولا المهم تلقى زحمة كبيرة. مستحيل انه الكاميو ام شرجي يطلقوا 100 ولا 110 ولا 70 ولا 80 ومن بعد يلقى الطريق حبسة، مش رايح يحبس بالصح مسافة كبيرة، مش كما الطوموبيل. الطوموبيل مثلا انا يشوف فرا يمشي بصح يلقى واحد حابس تركز على الفرا حابس، بصح كما انا عني 58 نطول با نحبس على الاقل هي ولا على الاقل لازمو واحد 100 متر ولا وكوني عود سارع هذي انا بالمشية تاع 50. تخيلتها هنا يتحرك واحد، شوف او حرق قاع الغابة معاه، شوف